بينضم عبر تطبيق زوم الدكتوره ريم العلبي الباحثه والمدرس المساعد بجامعه كاليفورنيا نورث ستيت بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير عليك يا دكتوره، اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكم استاذه منى واستاذ محمد، انا مبسوطه اني معاكم يا النهارده. اهلا بيكي احنا يا دكتور. سعداء بوجودك معانا. عايزه اعرف بقى كده الموضوع ماشي ازاي، الرحله من مصر للولايات المتحده ابتدت ازاي؟ الرحلة ترجع إلى عام 2010. اوكي من يعني أنا ابتديت الماجستير بتاعي سنة 2008، وكان المفروض أعمل أبحاث، أبدأ أعمل أبحاث معينة. فالأبحاث دي ابتديت أعملها بالتعاون مع معهد سكريبس ريسيرش انستيتيوت، معهد سكريبس البحثي في سان دييغو. ومن هناك ابتدت علاقتنا وعلاقة الحب في سان دييغو كاليفورنيا. وبعد كده كملت في الدكتوراه بتاعتي برضه في كاليفورنيا، في مصر. من ضمن الجامعات اللي كملت فيها الأبحاث كانت كالتك، وهناك قابلت دكتور أحمد زويل الله يرحمه، جامعة يو سي ديفيس أو جامعة كاليفورنيا ديفيس. فمن هنا ابتدت العلاقة مع أمريكا، وابتدى حبنا ليها، وابتدى إحساسي بأن أنا نفسي يبقى ليا دور إن أنا أمثل بلدي وأمثل ديني في بلد أجنبي، بحيث إن إحنا كمان نكسر الصورة النمطية اللي منتشرة عن السيدات العربيات أو المسلمات، أو يعني إن جنرال الحاجات اللي إحنا بنشوفها في الميديا. بس فهي دي ببساطة. احنا فخورين جدا بحضرتك يا دكتوره، وبنتشرف طبعا بوجودك. لكن الرحله زي ما حضرتك قلتي بدانا من 2010 ل 2022، بنتكلم في 12 سنه، لكن صنعنا تاريخ خلال هذه السنوات. احنا عايزين نفهم ونفهم الناس اكتر عن هذا المرض، وايه الجديد اللي بيقدمه البحث بتاع حضرتك. هو بالنسبه للمرض اسمه بالعربي غريب شويه، متلازمه اكس الهشه المربوطه بالترنح والرعشه. لا احنا نشرحه، احنا نسيب اسمه ونشرحه افضل. بالضبط. فهو ببساطه المرض ده مرض يعتبر نادر. سبب ان انا اشتغلت فيه هو انه بيسكلي الادفايزرز بتوعي او السوبرفايزرز، زمان كنت بشتغل باحثه ما بعد الدكتوراه من كذا سنه، هم اللي اكتشفوا المرض ده سنه 2001. وسبب ان هم اكتشفوا المرض ده ان هم كانوا بيعملوا عيادات في شتى دول العالم مخصوص للاطفال اللي عندهم المرض اللي هو شبهه، اللي هو اسمه متلازمه اكس الهشه. فمتلازمه اكس الهشه ده الاطفال هي اللي بتعاني منه. فهم لقوا انه اجداد الاطفال دي في منهم عنده ترنح، عنده شويه رعشه، بس مش زي شلل الرعاش. فابتدوا يسالوا اكتر، وابتدوا يقولوا لا ده في حاجه هنا. فابتدوا يتوغلوا اكتر في المرض ويعملوا زي كاركترايزيشن ايه هو المرض ده. فانا حبي مش حبي للمرض، بس حبي للبحث في هذا المرض جاء من انه هو مرض نادر، فبالتالي ما فيش ناس كتير بتعمل عليه ابحاث. هتلاقوا اكتر ناس بتعمل ابحاث على الالزهايمرز او الزهايمر، الشلل الرعاش، الخرف. فانا حسيت انه المرضى رغم ان هم قله مش كتار، محتاجين مرضى المرض ده محتاجين ان الواحد برضه يهتم بيهم. طيب انا فاللي انا هاخد من كلامك يا دكتوره، يعني هنفهم كده ان المرض ده لغايه دلوقتي احنا بنعتقد ان هو مرض جيني بيورث، يعني موجود عند الجدود وبالتبعيه ظهر عند الاطفال، ولا دي كانت البدايات اللي مشيتوا وراها لغايه ما وصلتوا بقى لنتائج اخرى؟ بالظبط. البدايات ابتدت عند الاطفال، ان هو ده المرض المعروف اللي هو متلازمه اكس الهشه، اللي هو في منهم بيبقى عندهم حتى توحد. فاتعرف منهم يعني انه الاجداد عندهم هذا المرض. لولا الاطفال دي ما كانش اتعرف عن الاجداد. فالمرض يعني نقدر نقول ان هو بيورث، بس الطفرات اللي بتحصل في الكبار غير الطفرات اللي بتحصل في الاطفال. بمعنى ان الاطفال عندهم حاجه اسمها فول ميوتيشن، في جين معين هو اللي بيسبب المرض ده، طفره معينه بتحصل في الجين المعين ده هي اللي بتسبب المرض اللي هو متلازمه اكس الهشه في الاطفال. ولقوا ان هم بسبب انه اجدادهم، وبالذات الاجداد اللي هم الجد مش الجده، بسبب ان الجد مش الجده ممكن كان عندهم طفره اخف شويه،
وصلت للاحفاد بصوره كامله، فالصوره الكامله دي هي اللي عملت في الاحفاد متلازمه اكس الهشه، اوكي فبقى عندهم تاخر في التعلم، تاخر في النطق. ما بحبش اقول عليها تخلف عقلي، ممكن اقول يعني تاخر في التعلم. وبالنسبه للكبار، مش شرط ان كل الكبار اللي عندهم طفره في الجين المعين ده يؤدي للمرض. يعني في ناس عندها الطفرة وممكن تؤدي للمرض، وفي ناس عندها الطفرة وممكن في الآخر يعني ما يحصل لهاش المرض. فكله بيعتمد برضو على المحيط البيئي، على اللايف ستايل، هما بيعملوا ايه، بيهتموا بنفسهم، الاكل، الرياضة. ودلوقتي ابحاث كتير قوي على فكرة بترجع امراض كتير لمن يسكنون في المعدة اللي ده هما البكتيريا. مظبوط كلام حضرتك، ده تفوق علمي، بالاضافه الى ان في جانب انساني مهم جدا ذكرتيه دلوقتي في كلامك، انه مرض نادر. مرض نادر يعني بيصيب اشخاص قليله جدا 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 حول العالم كله، لكن في انسانيه، في جانب انساني انه الاطفال دي ليها حق ان هي تتعالج، ونشوف ايه سبب الموضوع ده، ونقدم بحث بيحتوي على حاجات جديده في هذا المرض، لانه بالتاكيد في ابحاث قدمت. فعايزين نعرف البحث ده ايه الجديد بالظبط اللي جابه هذا البحث، ايه اللي بيميز هذا البحث عن الابحاث الاخرى؟ تمام. انا بس حابه يعني افرق ما بين المرض اللي بيصيب الاطفال تاني والمرض اللي بيصيب الكبار. اللي بيصيب الاطفال اسمه متلازمه اكس الهشه، ده انا مش بشتغل عليه دلوقتي. انا بشتغل على المرض اللي بيصيب الكبار اللي هو اسمه متلازمه اكس الهشه، اللي مربوط let's say الشلل الرعاش، عشان نسهلها شويه اكتر. عظيم. فاللي انا بعمله ببساطه هو اي مرض من الامراض العصبيه اللي بتحصل على كبر، زي شلل الرعاش، زي الفاكس تاس اللي انا بشتغل عليه، بيحصل نتيجه انه بيحصل فيه نقص او بيحصل فيه لخبطه في بروتينات معينه. البروتينات دي مسؤوله انها تحسن من شكل البروتينات الثانيه المهمه في الجسم. فشوفوا سبحان الله، في بروتينات بتحسن من شكل بروتينات ثانيه عشان البروتينات الثانيه دي تقوم بوظيفتها على اكمل وجه. فببساطة أنا الهايبوثيسيس بتاعتي أو الفكرة بتاعتي إنه أكيد المرض ده زي أمراض عصبية تانية، البروتينات دي اللي هي مسؤولة عن إنها تحسن شكل بروتينات تانية فيها مشكلة. فاللي أنا بعمله هو إن أنا قاعدة ببص على البروتينات دي وبشوف مين فيهم مختلف في مجموعة اللي عندها المرض، لو انا بقارنها بالمجموعه اللي مش مع اللي ما عندهاش المرض، يعني اللي هو التست جروب فيرسز ذا كنترول، او الناس اللي عندها فاكس تست فيرسز الناس اللي مش عندها المرض، عشان اقرر واحدد اي بروتين فيهم البايظ خالص اللي هو خارج عن السيطره او اللي هو مش بيعمل وظيفته، وهو ده اللي انا احاول ان انا اصلحه بدواء معين. فدي ببساطه فكره المشروع اللي انا بشتغل عليه. فكره ان اشتغلتي دكتوره على الشكل الكلاسيكي او الشكل اللي احنا عارفينه، بتاع ان بيبقى فيه فوكس جروب او بيبقى فيه تست جروب، وبتقارني المتغيرات اللي بتدخليها على الجروب بحيث ان انت تشوفي ايه اللي ممكن يكون السبب او المسؤول، ده ساعدك ان انت، او الشكل الترتيب الافكار ده ساعدك في انك تحصلي على براءات اختراعات متعدده. يمكن انا عارفه انك خدتي براءه اختراع في دراسه الملاريا او في اختراع علاج للملاريا، هل الاسلوب المترتب ده في البحث هو ده اللي بيساعدك على انك تقدري توصلي لنتائج سريعه وموثقه؟ لا شك انه لما الواحد بينظم اي حاجه ان جنرال في حياته، يمكن عشان كده حتى الشهاده اللي اخذتها في اداره المشاريع ساعدتني جدا ان انا افكر بطريقه ممنهجه ومنظمه، لانه وقتها الواحد فعلا بدل ما مثلا بي بي يسبند او بي بي بياخد وقت معين، let's say سنتين، بياخد سنه مثلا. فدي رقم واحد. رقم اتنين، براءات الاختراع ما بتتخذش او ما بيتقدمش عليها هنا في امريكا الا لما يكون الواحد وصل لحاجه جديده. فبالنسبه لبراءات الاختراع اللي حضرتك اتكلمتي عليها دي، كانت سيمبلي عشان مركبات، يعني هما 3 براءات اختراع كانت سيمبلي عشان مركبات ضد الملاريا، اكتشفتها ضد الملاريا طبعا بمساعده الادفايزرز بتوعي دكتور حسن عزازي ودكتور روب دالهورن هنا في امريكا. وبراءه اختراع دكتور حسن عزازي جنسيته مصريه؟
اه دكتور حسن عزازي دكتور في الجامعة الأمريكية، واكشلي من الدكاترة العظيمة جدا اللي ليها أبحاث كتير وليهم شركات دلوقتي، مش شركة واحدة فرحونا في الجامعة بالأسامي المصري الأمريكية. الكتير النهاردة. نانو تكنولوجي. طيب بس فده بالنسبة لبراءة الاختراع، يعني طيب كان فيروس سي وملاريا، كان في عظيم، براءتين اختراع لفيروس سي وبراءة للملاريا. براءات اختراع وباحثة وحاصلة يعني أو متفوقة في مجالات عديدة، بتقوم بعمل تطوعي، أم لطفلين، وكمان بتغني، بتجيبي منين وقت لكل الكلام ده؟ يعني هو الحقيقة أول حاجة ده بيبقى فضل من ربنا، يعني ربنا هو اللي سبحان الله لما يعني بيسر الأمور للشخص وبيحس إنه نيته فعلا نية خير ونية صافية، ربنا أكيد بيوفقه يعني وبيسر الأمور وبيلاقي له بيساعده إنه يلاقي الوقت. فده أول حاجة. تاني حاجة أنا دايما بقول الإنسان ما بينجحش لوحده، الانسان بينجح بسبورت سيستم، فطبعا الزوج الـ الاهل، بس انا طبعا هنا في امريكا عايشه يعني انا وجوزي واولادي، بس اهلي في مصر، فطبعا اهلي كان ليهم دور كبير لما انا كنت بعمل الماجستير والدكتوراه اكيد، وطبعا دلوقتي ليهم دور كبير ان هم دايما بيدعوا لي، فالواحد دايما بيمشي بدعاء احنا ببركه دعاء بنشكرهم على الوالدين. كل الدعم اللي بيقدموه لحضرتك، وفي النهاية احنا فخورين جدا بحضرتك دكتورة ريم العلبي ربنا يخليك، الباحثة ربنا يحفظك. بجامعة كاليفورنيا نورث ستيت. شكرا جزيلا ليك يا فندم.